السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. حبيب قلبي متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. النهاردة الفيديو بتاعنا كنت بحضر الفطار ايه، فتعالوا بقى شوفوا اعمل ايه. اول حاجة جبت الفرخة ونقعتها في مية في خل وليمون وملح، وبعدها جيت بقى غسلتها، نقعتها 10 دقايق كده او ربع ساعة، وبعدين غسلتها ونضفتها ايه. وبعدين بقى جبت بصلتين وخرطتهم، بعد ما جبت البصل بقى وخرطته جبت ثوم وجبت ملح وفلفل اسمر وكمون وجنزبيل، قلبتهم مع بعض وحسيت الفرخة. بعد ما حسيتها بقى جبت حلة وحطيت فيها نقطة زيت، وبعدين حطيتها فيها ووطيت عليها، وحطيت بصلتين تانيين ووطيت عليها بقى وسبتها. بعدين جبت الطماطم وعملتها في الخلاط، وجبت بصلة وخرطتها برضو في الزيت وحمرتها، وحطيت ثوم ونزلت بالطماطم. وحطيت الطماطم اتسبكت شوية وقمت حطاها، حطيت اللي نزلت بالبطاطس، حطيت ميه للفرخه وعليت عليها، وجيت حطيت البهارات للبطاطس، ملح وخل ملح و ملح وفلفل اسمر وكمون، مش عارفه ايه تاني نسيت. جيت بقى غسلت الرز نشفت من المية، وجيت بقى جبت نقطة زيت وحطيت الشعرية حمرتها، حمرتها بقى. بعد ما اتحمرت نزلت جبت كوباية مية وحطيت عليها، وبعدين حطيت الرز وقلبت. نشف بقى ووطيت عليه. جيت بقى عملت عصير مانجا، شفت الفرخة بقى ودخلتها فرن، وعملت عصير تاني. ده كان شكله. ده بقى كباب ماما بتعمله في الزيت، هو طعمه حلو يعني. ده بعد ما طلع فرخة طلعت بقى. قولي بقى ايه رأيك في الأكل؟ تسلم ايدي طبعا. بعد الحمد لله فطرنا وخلصنا،
جيت بقى في المواعين، اول حاجه جبت السلكه وعملت البوتاجاز، مسحته بعدين بقى حطيت مش عارفة اسمهم ايه، حطيتهم بقى مكانهم. نجي بقى نغسل المواعين، رميسة اللي غسلته، انا ما غسلتش غير الحلتين دول بس والصينية، عشان بس رميسة ما كانتش هتعرف تغسلهم عشان ايدها وجعها وكده، فغسلتهم مكانها. بفكركم تاني يا حبيب قلبي، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك كتير للفيديو. كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكوا على خير إن شاء الله الفيديو الجاي، مع ألف سلامة يا حبيب قلبي، باي.